السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وصباحكم وأيامكم وكل أوقاتكم. كيف حالكم أحبابي في هذا الجو الجميل الذي هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أدعو الله في الليل أن يحفظ أحبابي وأحبابكم، وأن يفرج هم كل مهموم، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. تذكرت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل هذا الحديث، وكلام الحبيب كله جميل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يا الحبيب محمد يوصينا على أهلنا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني يا رسول الله، يعني صلة الرحم، يعني ان انا اكون حلو في اهلي، يعني ان انا ما اقولش انا ماليش دعوه بابن عمي، ماليش دعوه بابن خالي، ماليش دعوه بعمتي. لا، خيركم خيركم لاهلي. عمرك ما تصاحب واحد ما يكونش حلو في اهله، لان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، مش هتلاقي ليه خير في حد. دايما ثق تماما، اللي حلو في اهله حتى لو هو حالته على قده هتلاقيه ليه خير فيه، حتى لو بوقفته جنبك، حتى لو بمساعدته ليك بالكلمة. وما تصاحبش حد بيزم في أهله، بيزم في ابن عمه، بيزم في خاله، بيزم في ابن عمته، بيزم، لا والله ما هتلاقي خير فيه، لأن اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. والله كده قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، واللي ملوش خير في حد في أهله ملوش خير في حد. صح ولا غلط؟ والصاحب موقف. يعني ايه موقف؟ يعني عمرك ما هتلاقي صاحب يقول لك انا صاحبك وتقع في موقف وما تلاقوش جنبك حتى لو بالكلمة. فأسأل الله العلي القدير ان يجنبنا النفاق، ويجنبنا معرفة المصلحة وصداقة المصلحة. اللهم امين. وادعو الله أن يكرمكم جميعا بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصلاة في الروضة الشريفة، والإقامة في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم على صاحبها الصلاة والسلام. وحديث آخر لرسول الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان. طبعا أنا مش شيخ ولا علامة ولا، ولكن بحاول ان انا اوصل كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لاي حد، لان الحبيب محمد قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. اسال الله العلي العظيم ان اجعلنا من المتمسكين بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. ولا تنسى، ابتسم، فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم.